السلام عليكم ورحمة الله. إخوان، كي دايرين؟ بخير وعلى خير. نتمنى تكونوا بخير، ونتمنى ربي يحفظنا وإياكم من هذا الوباء المنتشر بسرعة. والله ربي كيشوفنا. ندعو له في الليل وفي النهار، ونديروا أذكار الصباح وأذكار المساء. اليوم خوتي بغيت نوضح لكم كيفاش كنعيشوا كسائق شاحنة في أوروبا، في فرنسا خصوصا. يعني كما كتلاحظوا السيارات والطرق، يعني الطريق خاوية، ماشي بحال الأيامات اللي معتاد نخدم فيها. أنا جيت هنا باش نشرب قهوة، ولكن مع الأسف كلشي ساد، يعني في لوتوروت وكلشي ساد. انتوما كتلاحظوا هذه ليغ دو غوبو، ما عمري شتا يعني ساد حتى اليوم. يعني تتعيش حاجة صعيبة شوية. كنضربوا الطريق شويه، ولكن اش غادي نديروا. بالنسبه للخدمه، يعني كسائق شاحنه الخدمه كثيره في هذه الايامات، ضغطوا علينا. يعني السيمانه اللي فاتت عندي روبو نورمالمون، ولكن عيطوا لي قالوا لي ما جاوش جوج ديال الشيافر. يعني ما عندك ما دير، جيت خدمت في بلاصتو. حيت الناس كيتهربوا من هذه الخدمه، حيت فيها الريسك بزاف. كتمشي شركات كبار، كتمشي كتلقى بزاف ديال الاجناس، اللي جاي من الطاليان، اللي جاي من بولونيا، اللي جاي من، يعني غير هذاك الستيلو اللي غيسني به هذاك. الى سنى به واحد اخر، يعني يقدر يكون فيه الله يحفظ الفيروس، وانت ينتشر غير بديك الطريقه. او لا، كتمد يعني الاوراق للشركه وكتردهم لك. هذاك الشيء كندير الاحتياط، واخا كنحاول ندير الاحتياط، ولكن يعني نطلبوا من الله السلامة. ربي يحفظنا وإياكم. ديما كدير الذكر ديالك، دير أذكار الصباح، أذكار المساء، والحمد لله. دير اليقين في الله، ما نخافش الحمد لله، وما تخافوش، ديروا اليقين في الله. ديما الشاحنة فاش كنطلع لها كنعقمها مزيان بواحد البرودوي، يعني قبل ما نطلع في الشاحنة ديالي عندي واحد البرودوي كما كتلاحظوا هو هذا. يعني وديما يديك كل 10 دقائق، بحال مثلا تغسل يديك 20 دقيقه. وفاش تمشي عند شي زبون يعني الشركات، تخرج منها تعقم يديك بهذا البرودوي وتغسل يديك. كنحاولوا نديروا احتياط، ونتمنى ربي يحفظنا واياكم. وخوتي كنوجه لكم نصيحه، يعني نصيحه هو اللي ما خدامش يجلس في دارو. والله انا ما كرهتش نجلس في داري حتى انا. الواحد صحته هي الاولى، ولكن للضروره احكام. يعني الواحد ما مضطر باش يخدم، ما عندك ما دير. اخوتي المغاربه فين ما كنتو، جميع المسلمين، زيد فين ما كنتو، يعني جلسوا في ديوركم. الواحد يجلس في دارو ويصبر باش تفوت هذه المحنه. ما بغيناش حنا نطيحوا في داك الشيء اللي طاحت فيه ايطاليا واسبانيا وفرنسا، يعني والصين، اللي طاحوا في ازمه الطاليان. دابا راه مشات، بقى حتى قال لهم، يعني قال لهم الرئيس، ولا قال لهم انا كنرفع يدي للسماء. صافي كنخلي هذا الشيء للقدر. يعني الناس خرجوا قال كيصلي، والعلم لله. الواحد اش غنقول لكم، نتمنى ربي يحفظنا واياكم. خوتي كما قلت لكم، ديروا يد في يد وجلسوا في ديوركم. ونطلب من المسؤولين يديروا لكم الحل، يديروا الحل لخوتي المغاربه. يعني هاد الناس، كاين اللي غيجلس في دارو، راه كاين مسكين اللي خدام على عائله، يعني عنده 6 الافراد، 8، 5، ولا يعني باش شنو غيوكل هاد. يعني نتوما كيما قلت لكم، الشعب يجلس في دارو، والمسؤولين يلقاو لكم الحل ان شاء الله. كيما قال الملك ديالنا الله ينصرو، يلقى الحل. داروا داك صندوق التبرعات، يعني راه الميزانيه الحمد لله دخلات اكثر من داك الشيء اللي كانوا طالبين. وهذا الشيء اللي كان يعني الواحد عنده كما قلت لكم اشخاص كثارين في الدار، ومسكين في خدمه في الموقف، ما عندوش خدمه رسميه اللي غادي تعاونه، ولا خص تلقاو الحل لهاد الناس. تنطالب السلطات، يعني المسؤولين يلقاو الحل لهاد الناس، ونديروا يد في يد، وكل واحد يعاون خويا المسلم داك الشيء باش قد اللي عنده، اللي يعطي اللي ما عندوش. وهي غدا، وماشي الحل هو نخرجوا لبرا.
هذا ماشي حل. الحل هو الواحد يجلس في الدار يعني ويتسنى الفرج من الله، يدعي ويتسنى الفرج من الله، وان شاء الله الفرج قريب. كما كتلاحظوا حنا الدوله واخا وقعت في ازمه وهذا الحمد لله كتساعد، يعني كتقول لك جلس في دارك. هنا في فرنسا حاليا كتقول جلس في دارك، وصحاب الشوماج يعني اللي كيتخلصوا شهر الشوماج ديالهم مثلا، اللي تسالى له الشوماج كتزيدوا الدوله الشوماج من عندها، يعني يجلس في دارك ما تخرجش. ودايرين يعني حوايج يعني ضاغطين على، دايرين غرامات ماليه باللي خرج، اللي خرج وما عندوش الورقه باللي خارج مثلا يتقدى للضروره او لا غادي للعمل. بحال مثلا انا عاطيني جوج وراقي، ورقه ديال تنعمرها باش نمشي نتقدى، وورقه عاطيها لي الشركه ديالي باللي راني خدام عندهم. يعني فاش حتى الا مشيت وداروا لي كونترول كنوريهم ديك الورقه باللي انني خدام في هذه الشركه فلان فلانيه مثلا، صافي كيقولك دوز. ولكن الا ما كانش عندك الورقه كيديروا لك غرامه 135 اورو داموند، يعني ديك الساعه ما يعقلوش عليك. صافي انا شفتهم تيديروا الغرامه وحدين خارجين في النيس، مشيت ندي شارجي دايز، شفتهم انا يعني الشرطه بالدراجات كيديروا لي زاموند وكيعطيو اللي خارج. ولكن الحمد لله الشعب واعي، يعني قليل اقليه كتلقى خارج. انتم كتلاحظوا انا دابا ما بقاش يخرج تقريبا، ما تنشوفش البشر تيدور نهائيا، كنشوفش يعني الضروره الواحد كيهز الطوموبيل ديالو يمشي يتقدى. هذاك الشيء اللي كنطلب من خوتي المغاربه وخوتي المسلمين، كل واحد يجلس في دارو باش نقضيو على هذا المرض ان شاء الله، ونكونوا بخير وعلى خير، كل شيء يدوز بخير. غير الصبر، الصبر راه كل شيء غادي يدوز. انا براسي ما كرهتش نجلس في الدار، ولكن يعني تيقول لك الخدمه كاينه، يعني الواحد الا ما خدمتيش كسائق شاحنه شكون اللي غادي، يعني شكون اللي غايجيب السلعه لدوك الناس اللي محتاجين المواد الغذائيه؟ الناس غادي يجلسوا بصح، ولكن فاش يمشيو للمكازا ما يلقى حتى حاجه. يعني ضروري عليك يعني كتمشي تخدم باش انت واخا كتصبر كتغامر بحياتك او كتعرض يعني الحوايج اللي الواحد صعيب باش يعني باش تمشي شركات وتتلاقى مع اجناس اخرين جايين من شركه ومن هذه لهذه، راه تنخاطروا بحياتنا. ونتمنوا من الله يحفظنا، والحمد لله اذكار الصباح، والواحد يدير اليقين في الله، ربي ما غاديش يخيبك. يعني ربي ان شاء الله غادي يرفع علينا هذا البلاء على الامه والبشريه كامله، يترفع عليها هذا البلاء وهذا الوباء ان شاء الله، ولقاو شي دواء ان شاء الله لهذا المرض وما يكون غير الخير. كما قلت لكم السيمانه اللي فاتت يعني كنت عندي واحد النهار ديال الروبو، يعني جالس عيطوا لي الشركه مع الصباح قالوا لي واش تجي، راه واحد جوج شيافر ما جاوش جيت تخدم. انا ما عندي ما ندير، يعني درت الوقايه ديالي كما قلت لكم، كنغسل يدي كل مره وتندير داك الجيل وتنعقم الشاحنه كامله، وكنمشي نتوكل على الله، ندير الادعيه الصباح الادعيه المساء، توكل على الله واللي جات من عند الله مرحبا بها. واحد الشيفور واحد سائق الشاحنه كان خدام معايا السيمانه اللي فاتت، يعني جا عندي نهار الجمعه قال لي، يعني تلاقيته هكذا قال لي انا ما غاديش نخدم ما غنكملش اثنين، صافي بغيتي تحبس انت ما بغيتيش. المهم قال لي انا خايف على راسي، قلت له انا الحمد لله دير اليقين في الله واللي مكتبه لك راه مكتبه وصافي، وما تخافوش من هذا المرض. يعني ماشي واخا تشوف هذا المرض راه ما تيقتلش نسبه كبيره، يعني واحد النسبه قليله الناس اللي ما الناس كبار في السن او لا، يعني كاين اللي كيجي كيدوز واحد جوج سيمانات او لا هذا كيبرا الحمد لله كيتشافى. غير هو ديروا اتونسيو، ديروا ردوا البال بزاف، راه معاكم ناس كبار، معاكم دراري صغار، يعني ردوا البال. واللي مكتبه كما قلت لكم راه مكتبه، الواحد يرد البال مزيان ودخلوا لديوركم. وهذا الشيء اللي كان، ونتمنوا ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ جميع المسلمين في كل بقاع العالم. انتم كما كتلاحظوا نص طريق السيار خاويه،
كاين غير شويه يعني بعض الشاحنات اللي غاديين، السيارات قلالين، شي حاجه للضروريه. هذا الشيء اللي كاين. هاد الفيروس هذا راه كان ديجا في شهر 12، شهر واحد كان هنا، في شهر واحد كان في فرنسا وهما ما داروش احتياط، يعني كنسمعوا الشينوا قصى الفيروس ديك الساعه، راه داخل الفيروس لفرنسا وهما ما عارفينش، حيت كاينين وحدين كيجيو من الشينوا وخدامين هنا عندهم مطاعم عندهم، راه ضروري غينتقل داك الفيروس. وبقاو مثلا الطاليان كذلك، عندها الشينوا كيدخلوا تيديروا مشاريع كبار، يديروا هذا، يديروا عندهم مطاعم ديالهم يديروا، وانتشر داك الفيروس والناس ما ردوش البال، حتى الاخر عاد سدوا المدارس حتى فات الفوت. الحمد لله كنشكر السلطات المغربيه واقفه بالواجب ديالها يعني، والحمد لله يعني تنبهوا لهذا المرض يعني قبل ما يفوت الفوت، يعني سدوا المدارس، سدوا الاماكن اللي تحتوي على الاشخاص كثار. انا فرحان بزاف بهاد المبادره اللي داروا، وكنتمنى حتى الشعب يوعى ويدير حتى هو مبادره، هو انه يجلس في دارو حتى تفوت هاد الجائحه. الله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ جميع المسلمين في كل مكان، والسلام عليكم ورحمه الله